لن تصدق هذه المرأة تصلي وتصوم ولكن مصيرها جهنم بسبب حركة تفعلها معظم النساء. امرأة تصلي وتصوم يومياً ومصيرها جهنم والعياذ بالله بسبب حركة واحدة تفعلها، فاحذروا أحبائي أن تكون هذه المرأة. عرض بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن امرأتين، إحداهما كثيرة العبادة مع أنها تؤذي جيرانها، والأخرى ليس لها نصيب كبير من النوافل ولكنها لا تؤذي جيرانها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤذية في النار مع كثرة عبادتها وقليلة النوافل مع سلامة جيرانها في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. أخرجه أحمد والبخاري. والاستفادة من هذا الحديث يا أحبائي كبيرة جدا. في الحديث الترهيب من أذية الجار، فإذا كانت هذه المرأة استحقت النار مع كثرة نوافلها لأذية جيرانها بلسانها، فكيف بمن يؤذي جاره بلسانه ويده؟ وكيف بمن يقع منه الأذى لجاره وهو مقصر في النوافل أو مقصر في الواجبات؟ وفي الحديث الشريف التنبيه على أن إثم أذى الجار يمحق كثيرا من حسنات العبد، فإن السيئات تذهب الحسنات كما أن الحسنات تذهب السيئات، كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فأي الكفتين رجحت بالأخرى؟ بني عليها مصير العبد من جنة أو نار. وفي الحديث التنبيه على ما يفعله بعض الناس، فإنهم قد يظلمون ويسيئون وهم يطلبون الأجر والثواب، كمن يؤذي الناس في الطواف أو السعي أو رمي الجمرات، وكذا من يأكل مال غيره بغير وجه كالربا والرشوة والغش، ثم يتصدق منه للفقراء ويساهم به في أعمال الخير. وجائز لك أن تذكر الشخص بما فيه من العيب إذا كان لقصد شرعي كالاستفتاء أو التظلم، أو كان من أهل البدع فتذكر بدعته وغلطه حتى يحذر الناس منه، فهذا ليس من الغيبة المذمومة بل هو من النصيحة المحمودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم حين ذكروا أن المرأة تؤذي جيرانها، لأنهم ما قصدوا مجرد عيبها وغيبتها، إنما أرادوا معرفة حكمها في الشريعة، كما أقرت هند رضي الله عنها حين وصفت زوجها بأنه شحيح، فلم ينكر عليها لأنها مستفتية أو متظلمة تريد معرفة حقها الشرعي. ولهذا حذر السلف من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان من أهل البدع بأوصافهم وبأسمائهم أفرادا وفرقا وجماعات: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم. شاهد امرأة يهودية قامت بالاستهزاء على عيد الأضحى المبارك أمام الجميع. لن تصدق ماذا حدث. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ ضع لايك إذا كنت مسلما واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. والآن هيا بنا لننطلق. كانت هناك امرأة يهودية ذاهبة إلى المملكة العربية السعودية مع وكيل أعمالها حتى تتم صفقة عمل لها، وبعد إتمام الصفقة ذهبت مع وكيل أعمالها حتى تتجول بالسيارة في شوارع المدينة، وأثناء تجولها بالشوارع نظرت إلى الجميع وهم يذبحون العجول والخرفان في الشوارع للأضحية بها في عيد الأضحى المبارك. فعندما سألت هذه المرأة عن ماذا يفعلون هؤلاء،
فقالوا لها إنها أضحية العيد عند المسلمين، فكل واحد يقوم بذبح خروف في بيته. فعندما سمعت هذا الكلام قالت بكل استهزاء: لا بد أن أقوم بشراء خروف وذبحه مثل الجميع. وضحكت ضحكا هستيريا وذهبت إلى الفندق التي تمكث فيه. وفي صباح اليوم التالي لتلك الواقعة وهي تتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدت خبر بأن هناك سيدة أرملة ولديها أطفال وتحتاج إلى من يتكفل بها ويعطيها خروف لتذبحه في العيد، فأرسلت إلى وكيل أعمالها وقالت له: اذهب واشتري خروفا كبيرا وبعض ملابس الأطفال وقم بتوصيلهم إلى هذا العنوان، وذلك إلى المرأة التي كتبت هذا الإعلان. وقالت له: عندما تسألك من أرسل لي هذه المعونة قل لها الشيطان، فإن قبلت هذا فسوف أقوم بتصوير هذا الموقف ثم أقوم بنشره لتشويه صورة الإسلام. وبالفعل عمل وكيل أعمال هذه المرأة كل ما طلبت منه، وأخذ معه الكاميرا حتى يقوم بتصوير ماذا يحدث. وعندما فتحت له الأرملة قال لها: أنت من قمت بإعلان أنك تحتاجين إلى كبش العيد؟ فقالت له: نعم. فأعطها الكبش والملابس أيضا، ولكن الصدمة أنه انتظر كثيرا حتى تسأله من تبرع لي بكل هذا، ولكنها لم تسأله وظلت ترفع قلبها إلى السماء وهي تشكر الله تعالى. فقال لها وكيل الأعمال: لماذا لم تسأليني من أين لك هذه التبرعات؟ فنظرت إليه هذه الأرملة وهي تبتسم وقالت له: لأني طلبت هذا من الله تعالى، وأنا أثق إن أراد أن يسمع لي فيقوم بتسخير الشياطين حتى تخدمني. ففاضت عين وكيل الأعمال بالبكاء وقال: حقا إنك امرأة مؤمنة ولم أجد مثلك أبدا من النساء. وذهب إلى المرأة التي يعمل معها فقالت له: هل قمت بتصوير هذه الأرملة وهي تأخذ التبرعات وهي تعلم أنها من الشيطان؟ فأعطاها الكاميرا وهو يحاول أن يمسح دموعه قبل نزولها، فأخذت المرأة الكاميرا وجلست تشاهد الفيديو، ولكنها كانت لم تصدق ماذا يحدث مع هذه المرأة، فندمت على ما فعلته معها وقالت لوكيل أعمالها: اذهب واشتري خرفان كثيرة لجميع المحتاجين حتى يقومون بالأضحية في عيد الأضحى المبارك، وإنني منذ هذا اليوم لن أقوم بالاستهزاء على أحد ولا على دين أحد. وكان يسمع بعض الآيات في بعض الأحيان حتى تذكر الآية الكريمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال أيضا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فعلى كل إنسان أن ينظر إلى دينه فقط وليس له علاقة بالأديان الأخرى، ولا يقول من على صحيح ومن على باطل، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه السابقة، بل نترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الأعلى والأعلم بكل شيء في هذه الدنيا.